إذا كان هالكلام صح ونفس ممكن تعاني من هيك مشكلة، بعرف إنه ما رح تقبل شي مني، بس مع هيك رح أقلك أي شي ممكن إنه يطلع بإيدي أنا وكل شي بملكه من مال ورجال تحت تصرفك. ليش لا توقف جنبي؟ بس بدي أفهم. ليك ابني، شكلك نسيت شغلة اسمح لي ذكرك فيها. ييد بيكون حفيدي الوحيد، يعني بهالدنيا كلها أنا ما بملك غير هالحفيد. وقت طهوره ما جبت له غير ساعة صغيرة وبسيطة مشان ما ألفت انتباهكن، وحتى ما قدرت أحمله بحضني وقل له كيفك يا جدو. ابني ما قدرت تكون أب لإله لما كان صغير، ترك لي حفيد، بس كمان مو قدران كون جد لإله هلأ. مثل ما بتعرف يا ابني فيني هلأ فوت محاكم وافتح ملفات، على قلب المحكمة فيني صير جده بصفة رسمية، بس حفيدي الصغير ما تبرك انت أبوه، اختارك إلك. ما بده أبوه الحقيقي هداك وما قصر بهالشي، وأنا لهذا السبب طبعاً ما رح أقول له أنا جدك أبداً. ما بدي دنيته تخرب، لأنه أنا كرمال سعادة حفيدي وكرمال سعادتك أنت ونفس وكرمال ما ينهد الشي الحلو اللي بنيتو لهيد قتلتلكن ابني الوحيد بإيدي. بس يا ترى هالشي بيمحيلي ذنب طاهر وسكينة؟ سواء هنيك عند الله سبحانه وتعالى ولا عندك، بعرف إنه ذنبي مستحيل ينمحي. طيب ابني الوحيد مات هلأ، شو اللي مخليني بهالبلد؟ ليش ما حملت حالي ومشيت؟ أنا ضليت هون لأنه عندي أمل إني شوف حفيدي ييت ولو مرة واحدة بالشهر، وكرمال ما يضل حفيدي يتيم الأب والأم والجد والإخوة بدي وقف جنبك. مو سألتني ليش رح تعمل هيك؟ قلت لك شو السبب. عارف شو؟ بتمنى من قلبي تكون هاي وحدة من ألاعيبك الوسخة يا فيدات، بتمنى. نفس؟ طاهر قلي وين كنت؟ لك ما اجاني نوم من فرحتي نفس، قام رحت خبرت البحر الأسود مشان يفرح معي. طاهر تارك موبايلك هون ليش؟ فقت وما لقيتك جنبي، فهمني شو في. شو بده يكون في؟ ما في شي، تعي لعندي. أنت متوترة شوي حبيبتي. اسمعي، بكرة الصبح منفيق بكير وبيوشنا على المشفى، ماشي؟ منعمل تحاليل وتصوير وكمان كل شي لازم ينعمل. ماشي منروح طاهر. تعي تعي روقي لشوف. يلا يلا يلا، البرد ماله منيح للحامل. خفت وانشغل بالي عليك كتير. فوتي. Thank you.
اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.